السلام عليكم يا شباب. النهاردة هنتكلم عن practical application للماتيريال بالانس، ازاي بنطبق بقى الماتيريال بالانس على أرض الواقع لما بيكون عندنا points كتيرة، ازاي بنقدر ان احنا نحسب بيها الاويل ان بليس او الووتر انفلوكس او whatever الحاجة اللي احنا عايزين نطلع بيها من الماتيريال بالانس. فالنهاردة هنتكلم عن هافلينا وعودة ميثود كبراكتيكال ابلكيشن للماتيريال بالانس. هنبدا بحاجه بسيطه. احنا في الماتيريال بالانس العاديه لما بنيجي نطبقها بنتعامل مع الايكويشن على سيبريت بوينتس. يعني ايه؟ يعني انت بيكون عندك مثلا ريكوردد بريشر، فبتقدر تجيب الدلتا بي من الانيشال بريشر، حلو، وفي نفس الوقت اللي عندك فيه البريشر ريكوردد ده بيكون عندك كوميوليتيف اويل برودكشن وكوميوليتيف ووتر برودكشن والبي في تي داتا. فمن هنا بتروح تبدا تحسب الماتيريال بالانس بتاعتك وتطلع الاويل ان بليس. وبنعمل ايه بقى على السيبريت بوينتس او عند البريشرز المختلفه اللي عندنا دي؟ بنقعد نحسب كذا اويل ان بليس وكذا ووتر انفلكس وهكذا، وبعد كده بنبقى بنعمل افريجنج للداتا، وده طبعا بيأثر على الاكيورسي. ففي هافلينا وعودة ايه بقى اللي بيحصل؟ ان احنا بنستخدم كل البوينتس اللي عندنا، بن make use of all the data points، وبن go ahead بنعمل حاجة اسمها ال straight line method. ان احنا على قد ما بنقدر بكل الداتا اللي معانا دي بنحاول ان احنا يبقى معانا equation. ال equation دي زي ما هنفهم النهاردة بطريقة ما، بنحاول نستخدم كل البوينتس بحيث ان احنا نقدر نجيب اويل ان بليس واحد ريبريزنتيف للريزرفوار او واتيفر الحاجه اللي عايزين نطلع بيها من الماتيريال بالانس، وهي في الغالب الاويل ان بليس. فهي دي الفكره بتاعت هافلينا وعوده. خلينا نقولها بطريقه سمبل اكتر. هافلينا وعوده ستفوا الايكويشن بتاعه الماتيريال بالانس اللي هي الجنرال ايكويشن اللي كلنا عارفينها اللي هي دي، بطريقه بدل ما كل شويه نخش لكل بريشر بوينت عندنا نقعد نعوض ونحسب اويل ان بليس ووتر انفلكس وهكذا، بقى عندنا ايكويشن بنطبقها على كل البوينتس اللي عندنا وبيها نقدر نحسب الافريج او الاويل ان بليس ويكون ريبريزنتيف للريزرفوار كونديشن اللي عندنا. الكلام ممكن يكون مبهم مش واضح، هتفهم اكتر اثناء التطبيق، وهنشوف مثال برضو لتطبيق هافلينا وعوده هيفهمنا اكتر ازاي بنعمل ابلاينج للماتيريال بالانس ايكويشن في الاكشوال ريزرفوار بيهيفير يعني. طيب اوكي، دي الجنرال ماتيريال بالانس ايكويشن زي ما احنا عارفين، بس هي مترتبه ترتيب حاطين بس البرودكشن على الشمال والاكسبانشن تيرمز على اليمين، مفيش اي فرق، وزودنا هنا الانجكشن بتاع الجاز والانجكشن بتاع الايه الووتر. من هنا هنبدا ندرايف الستريت لاين ميثود اللي عملوها هافلينا وعوده، وهي الفكره زي ما قلت ان احنا يا دوبك بنست في الايكويشن في ترمات احنا نقدر ان احنا نعوض بيها على طول، ونخلي الماتيريال بالانس ايكويشن تتحول لنا لميثود لما بعوض بيها بيديني ستريت لاين ايكويشن. فدي الماتيريال بالانس. هافلينا وعودة بقى عملوا ايه؟ الالوان اعتقد مش واضحه، بس هنحاول ان احنا نشوفها على قد ما نقدر. حطوا البرودكشن تيرم والانجكشن تيرمز مع بعض في تيرم سموه الاف اللي هو الاندر جراوند ويذدرول. فكل الترمات دي بقت بتتعوض مع بعضيها وبقينا بنحطها في حاجه اسمها الاف الاندر جراوند ويذدرول. وحط البيتا تي ماينس البيتا تي اي زي ما كنا قلنا قبل كده، لو فاكرين الجنرال ماتيريال بالانس كنا بنقول ان ده الاويل اكسبانشن، وسموها في ترم اسمه الاي نوت او الاكسبانشن اوف الاويل. وحطوا الترمات بتاعه الفلويد والووتر والفورميشن اكسبانشن، حطوها برضو في الترم ده في ترم اسمه الاي اف ودبليو، وسموه الاكسبانشن expansion of the initial water والreduction في البور volume. ونفس الكلام بالنسبة للبيتا جي ماينس البيتا جي اي، وسمى الترم الـ E sub G اللي هو الـ expansion of the gas cap.
فكل القصة إن الماتيريال بالانس الجنرال اللي إحنا شايفينها دي بقى بيجمع ترمات مع بعض ويسمي دي مثلا اي نوت، يسمي البرودكشن ترم ده كله يسميه مع الانجكشن ترمز يسميهم الاف او الاندرجراوند ويذدرول، يسمي الترم ده الاي اف ودبليو، ويسمي الترم ده الاي جي. فهو كل القصة ان هو يدوبك ستف الاكويشن في ترمات تلم كذا حاجة مع بعض. فشكل الماتيريال بالانس اكويشن اللي هي اللي عندنا بس الشكل الجديد بتاعها بقى اللي احنا شايفينه ده، ودي طريقة هافلينا وعودة. فبعد كده لما احنا هنيجي نبص هنا f equals n e node plus n multiply by 1 plus m وهكذا، كل ده هي الماتيريال بالانس بتاعتنا، بس يا دوبك احنا مرتبينها ترتيبه مختلفه. طب ليه مرتبينها ترتيبه مختلفه؟ علشان نقدر نطبق الستريت لاين ميثود ونأكوير الاويل ان بليس بتاعنا ونحسب الحسابات بتاعتنا على كل الداتا بوينتس اللي معانا. مش هروح عند كل بوينت واحسب لها الاويل ان بليس والووتر انجكشن، لا انا هطبق على كله. هنفهم اكتر في السلايدز اللي جاي. فكده احنا فهمنا ان هافلينا وعوده ما عملوش اي حاجه لحد دلوقتي غير ان هم رتبوا الجنرال ماتيريال بالانس ايكويشن في ترمات فانكشن في حاجه اسمها الاف والاي نوت والاي جي والاي اف ودبليو وهكذا. حلو الكلام، تمام جدا. ايه بقى الستريت لاين ميثود؟ مش احنا كنا اتكلمنا قبل كده يعني ايه فوليومتريك ريزرفوار ساتوريتد واندر ساتوريتد والقصه دي كلها؟ تعالوا كده باستخدام الاكويشن بتاعه الماتيريال بالانس بالترمات بتاعه هافلينا وعوده نجو اهيد في الكيس دي. بيقول لك ان انت مثلا عندك كيس مفيش اوريجينال جاس كاب. يعني ايه مفيش اوريجينال جاس كاب؟ يعني الام تيرن بزيرو، صح ولا لا؟ هنا وهنا، فالترم ده كله اصلا راح. حلو. ومفيش ووتر انفلوكس. يعني ايه فوليومتريك ريزرفوار؟ يعني ده برضو الووتر انفلوكس ترم بزيرو. وقال لك نيجليجيبل formation and water compressibility. يعني الترم بتاع ال E F و W ده ماله؟ بزيرو. لو رجعنا ال E F و W هي ال A، هي ال C F و C W، صح كده؟ فتلاقي ان الماتيريال بالانس كلها بقت reduced ل straight line equation، وفيها هي ان ال underground withdrawal بيساوي ال oil in place في ال oil expansion، بس كده. فلما انت تيجي لكل البوينتس اللي عندك وتحسب لها الاف وتحسب لها الاي نوت وترسمهم قدام بعض يديلك ستريت لاين السلوب بتاعه هو الايه؟ الاويل ان بليس. ادي التطبيق بتاع الماتيريال بالانس اللي بيحصل على ارض الواقع. فدي هافلينا وعوده، طريقه هافلينا وعوده او الستريت لاين ميثود، ان احنا بنحاول بالكيس اللي عندنا طول ما احنا عارفين ان احنا ما عندناش اوريجينال جاس كاب، ما فيش ووتر انفلوكس، ما فيش سي اف وسي دبليو، فكده تبقى ريديوسد للمنظر ده. بدل ما كان تخيل بقى احنا كنا هنطبق ده هنا نفس القصه، فهيبقى لك الترمات دي كل شويه هتعوض بيها، لا انت كده بتجيب الاف ترم بتجيب الاي نوت ترم ترسمهم قصاد بعض يطلع لك الاسلوب هو ال اويل ان بليس. وهو ده التطبيق بتاع هافلينا وعوده، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. طيب خلاص احنا كده ممكن نكون مثلا نجيب الصوره دي. فهي دي الماتيريال بالانس بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، هي دي هي الماتيريال بالانس اللي هي اف واي نوت واي جي وكل الكلام ده. فما فيش اي فرق غير ان احنا يا دوبك ستفنا الايكويشن عشان يبقى عندنا ستريت لاين. هي دي القصه كلها. بيقول لك مثلا هنا بيقول لك for the case of a saturated reservoir. يعني ايه saturated؟ يعني في جاز في الاول، او عامة عندنا احنا عند البابل بوينت، نقدر نقول ان احنا عند البابل بوينت وفي initial gas cap. neglecting the term E F و W ده طبيعي. ليه؟ لان احنا خلاص في saturated reservoir، الترم ده مش بيأثر قوي كenergy، فالماتيريال بالانس equation becomes A reduced. احنا ادي الترم اهو بيقول لك ان احنا عندنا ساتوريتد ريزرفوار، فكده الام معانا هو اللي قال لك ان في انيشال جاس كاب. والفكره ان احنا كده بما اننا ساتوريتد فالترم بتاع الاي اف ودبليو ده بقى بزيرو، صح؟ وكمان بيقول لك ان قال ان في ووتر انفلكس عادي، او ما قالش ان هو فوليومتريك، فبالتالي الترم ده معانا.
الجنرال ماتيريال بالانس ايكويشن كلها تبقى ريديوست، ان احنا هنشيل الترم ده وهتبقى ال F equals N E note والترم ده بلس الووتر انفلوكس. طب تعالى كده احنا ازاي من الايكويشن الجميلة دي نطلع بستريت لاين؟ عندنا طريقين. الاول هو بص هو يديك two cases، يعني هو عامة لو احنا بنتكلم ان الايكويشن دي عايزين نطلع بيها بستريت لاين، فاحنا هناخد ال N هنا وهنا common factor، ونرسم ال F قصاد ال E node plus ال M beta T وال E G والقصة دي كلها. فالستريت لاين اللي هيطلع لنا لو كان ستريت لاين المفروض يطلع لنا سلوب ايكوال الاويل ان بليس وانترسكشن يساوي الووتر انفلكس. فكده بقينا بهفلينا وعوده قدرنا من الجنرال ماتيريال بالانس ايكويشن الكبيره قوي دي نطلع ستريت لاين. فهو مديك هنا كيس بيقول لك ايه بقى في الكيس اللي فوق دي، لو انت عندك مفيش ووتر انفلكس يعني فوليومتريك ريزرفوار، فبقت ريديوسد الايه، ان احنا لو اخذنا كومون فاكتور اللي هو الان بقى عندك F equals ال N مضروبة في الترم ده. حلو؟ طيب يبقى الترم ده لو جينا رسمناه ال F على ال Y axis والترم ده على ال X axis المفروض يدينا straight line اللي سلوب بتاعه بيساوي الايه؟ ال oil in place. بس كده، وهو ده اللي المفروض يحصل. طيب لو الفكرة بقى ايه؟ ان احنا ما نعرفش ال M بد ايه، يعني الفكرة ان احنا ما عندناش الريشيو ده الطبيعي والمنطقي، انت ما تعرفش الانيشال جاز كاب فوليوم بالنسبة للانيشال اويل فوليوم قد ايه، فالام ده برضو المفروض يكون انون، وبالتالي انت كده كده ما تعرفش الام بكام عشان ترسم الاكويشن دي. فايه بقى اللي بيحصل؟ ترايل اند ايرور يا معلم. يعني هتعمل ايه؟ هتأسيوم في الاول ام وتقوم جاي معوض في الاكويشن حاسب الاي نوت بلس مش عارف القصة دي كلها، وترسم ال F قصاد الترم ده ويطلع لك الستريت لاين. هتلاقي ان هنا مثلا لو ال M انت فرضها برقم كبير هتلاقي الكيرف طالع لك بالشكل ده، لو فرضها برقم صغير هتلاقي الكيرف طالع لك بالايه بالشكل العكس، لو فرضها برقم عالي هتلاقي الايه الكيرف طالع لك بالشكل ده. فتقعد تعمل ترايل اند ايرور لحد ما توصل لستريت لاين يكون ال R squared بتاعته قريبة من الواحد، ومن هنا يبقى عندك السلوب بتاعك هو الاويل ان بليس، وخلاص عرفت بالترايل اند ايرور الام تيرم عندك عامله كام. وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان انت لو عندك دلوقتي ساتوريتد ريزرفوار فكده الام تيرم عندك برضو انون. طب تعالوا نرجع كده ونشوف حاجه مهمه جدا، ايه الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش من الماتيريال بالانس، او المنطقي والطبيعي ان انا لما اكون بتكلم على الماتيريال بالانس الترمز اللي معايا وايه اللي مش معايا. اولا اي بيتات قدامك هي بي في تي او ار اس او الكلام ده، الحاجات دي كلها بتيجي من البي في تي. فاللي هو لما انا بكون طبيعي ان انا بحاول اجيب بريشر بوينتس، حلو، وعند البريشر بوينتس دي بيكون عندي كوميوليتيف اويل برودكشن، بيكون عندي كوميوليتيف ووتر برودكشن، وكوميوليتيف جاز برودكشن اقدر احسب منه الجاز البرودكشن جاز اويل ريشيو، ان انا بقسم الكوميوليتيف جاز على الكوميوليتيف اويل اللي هو ده. فكده الار بي الترمات دي المفروض ان هي معايا، والترمات دي جايه برضو بالكورليشنز او حاسبها. فايه الانونز اللي عندي؟ الطبيعي ان الانونز اللي عندي هتكون الاويل ان بليس الان والام ريشيو والووتر انفلكس، وكمان ان انا اكون مش عارف الدرايف ميكانيزم اللي عندي. ففي الغالب هي دي الانونز اللي بتبقى مش معانا في الماتيريال بالانس. فتعالى لما احنا جينا قلنا ان احنا عندنا ساتوريتد ريزرفوار، فكده بالتالي ان الام تيرم عندي انون والان تيرم عندي انون. طب لو عندك كومباينيشن درايف وفي ووتر درايف كمان، يبقى انت كمان بتتكلم ان عندك الووتر انفلوكس انون. فتخيل بقى الماتيريال بالانس ايكويشن لو كانت بالمنظر ده وانت كل شويه بتحلها، لا احنا بقينا الموضوع كله ريديوست للهافلينا وعوده ايكويشن اللي هي دوبك ريدكشن الماتيريال بالانس ايكويشن، وعلى قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نماتش البوينتس عشان يبقى عندنا ستريت لاين ايكويشن ونقدر نعوض بيها ونحسب الاويل ان بليس والووتر انفلوكس. بس كده دي القصه كلها بتاعت هافلينا وعوده. فايه الانونز اللي عندنا؟ نفتكر بقى كويس، في الغالب دايما مش معانا، محدش عارف الاويل ان بليس قد ايه،
وبرضو ما نعرفش الووتر انفلكس قد ايه ولا نعرف الام ريشيو قد ايه. فبيزد على الكيس اللي هو بيديها لك انت بتبدا تطبق في هافلينا وعوده وتحسب الاويل ان بليس ريلاتيفلي بقد ايه. فتعالوا كده بقى في كيس تانية بيقول لك لو انت عندك ساتوريتد ريزرفوار وفي انيشال جاس كاب وطبعا هتنجلكت بما انه ساتوريتد الاف ده ودبليو تيرم نجلكتد وقال لك ان هو فوليومتريك. حلو، ممكن نعمل ايه طريقه غير اللي كانت عندنا هنا؟ احنا هنا بص اللي حصل ايه، ان هو خد الام كومن فاكتور وراح جه رسم الاف والاكس صح، وراح مطلع الاويل ان بليس كسلوب، قعد يعمل اتريشنز حسب الام لحد ما اديته الستريت لاين اللي يجيب له السلوب بتاعه هو الايه الان. في طريقه بقى تانية بنفس الطريقه بس خليت الان لوحدها في ترم، قسمت انت هنا على الاي نوت. حلو الكلام، وبرده قسمت الترمات كلها على الاي نوت، يعني انت عندك المفروض الايكويشن ريديوست بالمنظر اللي احنا شايفينه اللي هو ده الاف ان اي نوت، فهو قسم كل الترمات على الاي نوت، فبقى عنده ستريت لاين الانترسكشن بتاعها في الاويل ان بليس. لو انت فرضت ام صح وعوضت، فالمفروض لما تيجي تحل بهفلينا وعوده وترسم الستريت لاين انت هتلاقي ان انت الاف على الاي نوت فيرسز الاي الترم اللي هو الاي جي اوفر الاي نوت هيديك انترسكشن بيساوي الاويل ان بليس، وهيديلك ستريت لاين السلوب بتاعه هو الترم ده اللي هو الجاز ان بليس. فدي طريقه حل تانية. فهو القصة كلها ان احنا لما بيكون عندنا ديتا كتيرة جدا جدا جدا، طريقة هافلينا وعودة بتخلينا نقدر نستخدم الديتا دي كلها باننا نحسب oil in place و m ratio representative للreservoir performance اللي عندنا. فلو عندك مثلا كيس تانية، لو عندك volumetric under saturated reservoir يعني لا في water influx ولا في gas cap، لازم يكون الـ CF والـ CW ليهم قيمة هنا، لأن يعني أنتوا فاكرين طبعًا إحنا لما نكون under saturated يعني above the bubble point ما نقدرش إن إحنا نهمل الترمين دول لأن هما بيأثروا بإنرجي. فالترم بتاع أو الماتيريال بالانس بهافلينا وعودة هتبقى reduced بإيه؟ أولًا الـ M عندنا بزيرو، الـ M بزيرو، الترم ده كله راح، ومفيش water influx فالترم ده كله راح، فبقى عندنا الترمين دول من غير الـ M، صح كده؟ اللي هو اللي قدامك ده هنا. فتعمل ايه بقى عشان ترسم ستريت لاين؟ قدامك طريقين، الطريق الاولاني انك تاخد ال n common factor ترسم ده قصاد ده يديك ستريت لاين السلوب بتاعه بيساوي الاويل ان بليس، بس خلي بالك ان الانترسكشن المفروض يكون في الزيرو صح؟ طيب، او ان انت تقسم على ال e نوت بس، يبقى ال f على ال e نوت equals ال n plus ال n beta t i في الاكسبانشن تيرم بتاع الانيشال ووتر والريدكشن في البور فوليوم اوفر الاي نوت. وبالتالي لما تيجي ترسم بقى الترم ده على الاكس اكسس والترم ده على الواي اكسس هيديك ستريت لاين الانترسكشن بتاعه هو الاويل ان بليس والسلوب بتاعه الاويل ان بليس مضروب في البيتا تي اي، بس كده. فدي التطبيقات بتاعت هافلينا وعوده في الماتيريال بالانس، بحيث ان احنا نبقى عندنا استخدمنا قدرنا نستخدم كل الديتا بوينتس اللي معانا عشان نحسب الانونز اللي عندنا ك ان وك ام او ووتر انفلوكس. هي دي الفكره كلها. طيب تعالوا نبص على المثال ده، المثال ده المفروض ان هو هيكون اساينمنت. حلو، فنركز فيه كده ونقراه واحده واحده كاننا بنحل. بيقول the cumulative oil production NP هو the cumulative oil production والcumulative gas production as function of the average reservoir pressure as the average reservoir pressure over the first 4 years of production for a volumetric gas cap reservoir. volumetric فهمنا ان خلاص ال water influx بكام؟ بزيرو. gas cap عرفنا ان ال M ليها value. حلو الكلام. Use Havlena Odeh approach to estimate the initial oil in place and the gas, both free and solution in place. Okay. ومديك الترم بتاع ال RS. طيب
تعالوا كده بس نبص على الايكويشنز اللي عندنا ونشوف ايه اللي احنا مش هنقدر ايه اللي احنا هنقدر نجهزه عشان نحل الايكويشن. اولا هو مديك الايكويشن هتحلها ازاي، بس تعال نبص للترمات ونفهم احنا هنعمل ايه بالظبط. طيب ده الاكزامبل، مديك الافريج ريزرفوار بريشر الاربع سنين، ده طبعا كده بما ان الانتاج هنا كان زيرو من الجاز والاويل فده الانيشال ريزرفوار بريشر، مديك كده دي البيتا تي اي ودي كده البيتا جي اي، صح كده؟ تمام جدا. هنا مديك ادي بريشر بوينت، مديك عندها الان بي قد ايه والجي بي والبيتا تي والبيتا جي. طيب انا عايز احل دلوقتي اعمل ايه؟ ادي الجنرال ماتيريال بالانس ايكويشن بعد ما كانت ريديوزد للهافلينا وعوده ستريت لاين ميثود. فهو بيقول لك انه فوليومتريك، خلاص يبقى الترم ده كله ماله بزيرو، وبيقول لك ان في جاس كاب، وبما ان في جاس كاب يبقى انا اندر ساتوريتد، يبقى انا ساتوريتد ريزرفوار. يعني ايه ساتوريتد ريزرفوار؟ يعني الترم ده نيجلكتد، فكده الترم ده كمان ماله راح. يتبقى لك ان اي نوت بلس ان ام بيتا تي اي اوفر بيتا جي اي في الاي جي، وهو ده اللي مكتوب هنا صح. ومن هنا المفروض ان هي دي الستريت لاين ايكويشن اللي احنا المفروض يعني نطلع من الايكويشن اللي فضلت لنا دي بستريت لاين ايكويشن. الاف ترم عندنا هو الترم ده، ما عندناش لا ووتر انجكشن ولا جاز انجكشن، وعندنا ووتر برودكشن، لا ما ذكرش ان في ووتر برودكشن، فالترمز تبقى ريديوسد للحاجات دي. فان انت ممكن تعمل تحلوها بالطريقه اللي انتوا حابينها، يا تقسم على الاي نوت زي ما هو عامل هنا، فقال لك اف على الاي نوت بتساوي الان بلس الان ام بيتا تي اي، واللي هو الطريقه دي اللي هو هيحل بيها هنا هي الطريقه دي. فده ادي حل الاساينمنت، هو الحل ده ان احنا لكل البوينتس اللي عندنا هنجيب اف على اي نوت وهنجيب اي جي على اي نوت ونرسم ستريت لاين، نقعد نفرض ام فاليو، هنفرض ام فاليو ونرسم ستريت لاين كل مكان مثلا الستريت لاين زي ما احنا شفنا المنظر ده بالظبط. شوف الطريقه اللي انت حابب تطبقها وطبقها، المفروض هيطلع معاك ستريت لاين الانترسكشن بتاعه في ال ان و ال كستريت لاين المفروض يطلع لك الترم ده اللي هو الجاز ان بليس. وهنا مديك جايدنس ايه الحاجات، تعالوا نبص مع بعض هنعوض ازاي عند كل بوينت. عند كل ايه بوينت احنا المفروض عندنا ادي الايكويشن اهي. اولا هل احنا محتاجين نحسب الدلتا بي؟ لا. ليه؟ لان كده كده الترم بتاع الاي اف ودبليو بقى بزيرو لان الحاجات دي نيجلكتد. فعند كل بريشر بوينت هنروح نحسب الاي نوت، الاي نوت بتساوي البيتا تي ماينس البيتا تي اي، ونحطها مثلا في كولوم جنبها. هنروح نحسب الاي جي، والاي جي هي البيتا جي ماينس البيتا جي اي، ونحطها في كولوم جنبها. ونبدا لكل ترم نحسب الاف ونحسب ايه تاني، بس كده. فيبقى عندنا الاف والاي نوت، ويبقى عندنا الاي جي والاي نوت والبيتا تي اي والحاجات دي كلها. نبدا نرسم الستريت لاين، نبدا نرسم الاف اوفر اي نوت فيرسز الاي جي اوفر الاي نوت، بحيث ان احنا يبقى عندنا لحد ونفرض امات ونعوض، بحيث ان احنا يبقى عندنا ستريت لاين الانترسكشن بتاعه هو الانون اللي عندنا اللي هو الاويل ان بليس، والسلوب بتاعه هو الجاز ان بليس، بس كده. والار اس او اي عندك اللي هو مديها لك هنا. طب ايه الترم اللي ممكن يرخم عليكم؟ الكوميوليتيف جاز اويل ريشيو. طب ده نجيبه ازاي؟ بنقسم الجي بي على الان بي، بس كده، هو ده الـ RP. فكده الـ GP دخلت عندنا في الإيكويشنز بتاعتنا فين؟ دخلت في الترم اللي هو الـ A الـ RP. وده كده تطبيق سريع للـ هافلينا وعوده في الكيس بتاعت فوليومتريك جاس كاب ريزرفوار. وأنا أتمنى إن أنتوا تطبقوا أي طريقة تحبوها، طبقوا الطريقة دي. الطريقة دي في الغالب أنا أميل ليها أكتر، عشان انت هتفرض ام فاليو لحد ما يبقى عندك ستريت لاين كده السلوب بتاعك بقى الاويل ان بليس، وروح براحتك انت بحسب الايه الجاز ان بليس. تعالوا نحل بقى مع بعض الاكزامبل ده.
هو هنا بيقول لك ان الفوليومتريك كالكوليشنز اوف ا فوليومتريك اندر ساتوريتد ريزرفوار. هو الفوليومتريك كالكوليشنز دي اللي هي اللي احنا عارفينها في الاول، اللي هي الميثود الاولانيه اللي الجيولوجي بيعملها، صح ولا لا؟ مطلع له ان احنا عندنا تقريبا 270 مليون برميل زيت تحت initially in place، وبيقول لك ان الانيشال ريزرفوار بريشر 3685 بي اس اي. حلو، احنا يهمنا ايه في الكلام اللي اتقال ده؟ ان هو بيقول لك فوليومتريك اندر ساتوريتد ريزرفوار. بس عندي معلومتين، اول حاجه انه اندر ساتوريتد فكده الام بزيرو والار بي بتساوي الار اس او اي انيشيالي. حلو، وكمان ان هو فوليومتريك يعني الووتر انفلكس ترم بكام؟ بزيرو، صح؟ فهنيجي نعمل ايه بقى؟ هو دي كده المعلومات اللي انا عرفتها للريدكشن بتاعتي في الماتيريال بالانس عامه، مش بس في هافلينا وعود. فهو مديك داتا عن الانيشال ووتر ساتوريشن، وحاجه كمان ان انا مش هنجلكت السي اف والسي دبليو، هعوض بيهم لان انا اندر ساتوريتد اباف البابل بوينت، فالسي اف والسي دبليو بيأثروا معايا. مديك البابل بوينت، مديك البيتا دبليو وهكذا. بيقول لك استخدم هافلينا وعود عشان تحسب الاويل ان بليس وقارنها بالاويل ان بليس اللي طالع من الفوليومتريك كالكوليشنز، ومديك بقى البي في تي داتا اللي قدامك دي. فادي هو هنا كاتب الجنرال هافلينا وعوده ماتيريال بالانس ايكويشن، وعامل ريدكشن ان هو مفيش جاس كاب الام بزيرو، ومفيش ووتر انفلكس فالووتر انفلكس تيرم بزيرو، وحاطط القيمه بتاعه الاف واللي هي الان بي وهكذا، والووتر برودكشن انكلودد لان هو هنا مديك داتا ووتر برودكشن كوميوليتيف ووتر برودكشن كوميوليتيف اويل برودكشن والبي في تي كبيتا او. وطبعا بما اننا اباف البابل بوينت، هنا البابل بوينت بكام؟ ب 1000 وحاجه، 1500 بي اس اي، فكده كده احنا على طول الافريج ريزرفوار بريشر احنا اباف البابل بوينت، فالبيتا او هتبقى هي البيتا تي. بس كده، ف الجنرال ايكويشن هتبقى ريديوسد للمنظر اللي قدامنا ده. فكل القصه ان احنا لو رسمنا في طبعا كذا طريقه، بس احنا لو رسمنا الاف قصاد الاي نوت بلس البيتا تي اي في الاي اف ودبليو، هيطلع لنا ستريت لاين السلوب بتاعه هو الاويل ان بليس. فتعالوا نشوف حتى من الريفرنس عشان لو عايزين تفتحوها من الريفرنس اتحلت ازاي. ادي الرسمه، ادي الرسمه اللي المفروض ان هي تكون طلعت، بس خلينا نمشي في خطوات الحل. الاول انت عندك الايكويشن اهي، ايه الترمز الرخمه؟ ان انت محتاج تحسب الاول الافريج دلتا بي قبل اي حاجه، وتروح تعوض لكل بريشر بوينت الاي اف ودبليو بتاعته بكام، وعند كل بريشر بوينت برضو محتاج تجيب الاي نوت بكام، وعند كل بريشر بوينت محتاج تجيب الاف بايه بكام عشان تبدا تعوض. فهو ده اللي هو عمله، عوض في الايكويشن بتاعه الاي اف ودبليو بالاكسبانشن تيرمز الكومبريسيبيليتي بتاعت الووتر والسي اف والحاجات دي كلها، بحيث ان هو يبقى عنده الاي اف ودبليو فانكشن في الدلتا بي. وراح جه هنعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعمله، هنحط في كولوم الاف هنعوض نجيبها. الاف هنعوض نجيبها ازاي؟ اهي الايكويشن اهي، هنضرب الان بي في البيتا تي اي في الار بي ماينس الار اس اي اللي هو الترم ده كله يبقى بزيرو، في الووتر ووتر برودكشن مضروب في البيتا دبليو، تحسب الاف وهو مديك الفاليو بتاعت الان بي والحاجات دي كلها. نفس الكلام الاي نوت، الاي نوت هتعمل ايه؟ بيتا تي ماينس البيتا تي اي، والكلام ده عندك جيفن هنا اهو، ادي الان بي والووتر برودكشن والبيتا دبليو جيفن فوق، والبيتا او موجوده هنا معانا، نقدر نحسب الاي نوت كده. خلاص حسبنا الاف والاي نوت لكل بوينت، نحسب الدلتا بي بتاعه كل عند كل بريشر بوينت. طبعا انيشيالي هتبقى بزيرو، اول انترفال هيبقى ب 5 بي اس اي، ان احنا بنطرح البريشر ماينس الانيشيال، ام سوري الانيشيال ماينس البريشر بوينت الحاليه، فتبقى هي دي الافريج دلتا بي. حلو، يعني هنا احنا طرحنا الرقم ده ماينس ده، ناخد بالنا من دي، مش البوينت اللي قبلها عشان ما نغلطش في الامتحان، ما بنطرحش الدلتا بي من اللي قبلها، لا احنا من الانيشال، وهي دي البوينت. جبنا الدلتا بي، عوضنا جبنا الاي اف ودبليو، جمعنا الاي نوت بلس الاي اف ودبليو، وقمنا جينا رسمنا
ال F بس قصاد ال E note plus ال E F و W. هيديك discrete points، هتجيب fitting straight line، هتلاقي ان السلوب بتاعه تقريبا، طبعا ده مش بيحصل دايما على ارض الواقع، بس عشان ده مثال هتلاقي ان الستريت لاين مطلع لك سلوب تقريبا بنفس الرقم بتاع الاويل ان بليس بتاع الفوليومتريك ميثود قريب منه. طيب احنا مهم قوي بما اننا ذكرنا ده ان احنا نعرف حاجه، ان المنطقي والطبيعي ان الديناميك فوليوم او الديناميك اويل ان بليس اللي انت بتبقى حاسبه من الماتيريال بالانس في الغالب لازم يطلع اقل من اللي طالع من الفوليومتريك ميثود. طب ليه؟ لان المنطقي والطبيعي ان في فولتات حاجزه لك فلويد تحت، فانت مش شايفه ان هو يتحرك اصلا. فالماتيريال بالانس ليه بتبقى براكتيكال اكتر؟ لان هي بتطبق بشوف فيها الفوليوم اللي هيتحرك قد ايه. في الغالب الطبيعي ان المفروض المنطقي ان احنا نشوف الاويل ان بليس اعلى اقل من اللي بيطلع من الفوليومتريك. بس هي دي الفكره بتاعه الاويل ان بليس اللي بيطلع من الماتيريال بالانس ايكويشن. وفي حاجه كمان ممكن يطلع اكبر، ليه؟ ممكن نكون احنا واحنا بنحسب في الفوليومتريك في فوليوم او كونكشن احنا مش شايفينه، فمش هنحسبه في الفوليومتريك، لان الفوليومتريك ده انت بتعمل بالك فوليوم تضربه في بروزيتي وكده يعني وبتقسم على بيتا. لكن هنا انت ايه الفوليوم اللي الايكويشنز او الفلو شايفه، فهو ده الرقم اللي بيطلع لك في الاويل ان بليس في الماتيريال بالانس. فكده المفروض الاكزامبل ده ان احنا عرفنا بيتطبق ازاي. اتمنى ان الناس برضو تطبق بايديها. الاكزامبل ده سهل جدا عن اللي انتوا واخدينه اساينمنت اللي هو ده. ودلوقتي المفروض ان احنا نكون فهمنا الكونسبت بيهايند هافلينا وعودة، وهنتكلم في حاجة تانية قبل ما نخلص وهي الووتر انفلوكس. بس زي ما بقول الفكرة كلها ان احنا حولنا الجنرال ماتيريال بالانس ايكويشن الكبيرة بتاعتنا دي، بدل ما نطبق عند كل بوينت ونحسب اويل ان بليس وهكذا، بقينا بنطبق بنميك يوز اوف كل البوينتس اللي عندنا، لان ده بيقلل الانسرتينيتيز اللي عندنا. كل ما يبقى عندك داتا اكتر كل ما بتبقى سيرتن اكتر، صح؟ بس هي الموضوع كله كالكوليشنز بتبقى فيها انسرتينيتي عاليه، فاحنا بنستخدم كل البوينتس اللي عندنا علشان يبقى عندنا ميثود فيها زي الستريت لاين اللي احنا شايفينه، فنجيب افريج او ريبريزنتاتيف اويل ان بليس للريزرفوار اللي عندنا. خليني برضه اتكلم في حاجه تانية مش منشند في اللكتشر، وهي بتتكلم على استخدام تاني للهافلينا وعودة ميثود. يعني دلوقتي انت لما بيجيلك، قبل ما نتكلم بس في الووتر انفلكس وكده، لما انت بيجيلك ريزرفوار داتا يعني جايب لك برودكشن بقى تيرمز وبيتات والكلام ده كله، برضو بنقدر نستخدم الايكويشن بتاعت هافلينا وعودة ان احنا تقريبا نانديكيت ايه البيهيفير اللي عندنا ازاي. في حاجه اسمها الكاركترستيك بلوتس اللي قدامك دي، بتعمل ايه فيها الكاركترستيك بلوتس؟ بتشوف ال F over E node plus E F و W. طبعا هنا في بيتا بس مش عارف ليه مش باينه، ماشي. هتشوف الترم ده بيتغير ازاي مع الوقت، مع الوقت او مع الكوميوليتيف اويل برودكشن. القصه دي كلها معنيه بان هو يقول لك ان هي بتتغير ازاي مع الوقت. اذا كنت هتحسبها هترسمها قدام ال ان بي او قصاد الطيب مش هتفرق. وتشوف الترم ده بيحصل له ايه. لما بتيجي ترسم الكاركترستيك بلوت عشان تعرف ايه نوع الدرايف انرجي اللي عندك، لو الترم ده ما بيتغيرش يعني ريلاتيفلي بتلاقي البوينتس اوسيليتنج اراوند سام ستريت لاين وهوريزونتال، فده معناه انك عندك فوليومتريك سيستم والانترسكشن او القيمه دي هي الاويل ان بليس. حلو، شوف هافلينا عوده وهتلاقيها كده. طب لو لقيته بيزيد جامد جدا 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 مع الوقت، تعرف ان عندك سترونج ووتر درايف. طب لو لقيته بيوسيليت كده بيزيد في الاول وبعد كده هو ابتدى يقل مع الوقت في عمر الريزرفوار، تعرف ان انت كان عندك ووتر درايف سبورت بس ما كانش قوي ايه قوي يعني.
الكلام بتاع الفويد فويدج ريبليسمنت ريشيو ده ليه علاقه شويه برضه الووتر فلودنج او الووتر انفلكس اللي بيخش بيريبليس اللي انت بتنتجه ولا لا، بس دي مش قصتنا دلوقتي. ممكن تلاقيه طلع في الاول حاجه بسيطه وان هو راح نازل تاني، ده تعرف انه ويك ووتر درايف زيه زي الديبليشن. بس طبعا هي دي بقى ايه الفكره، ان الكيرف ده مش هيقدر يجيب لك الايه الاويل ان بليس، بس الطبيعي ان كلهم ينترسكتوا فين في الاويل ان بليس. فدي اسمها الكاركترستيك بلوت. انت برضو لما بتيجي تبدا بالديتا اللي عندك، انت بتستلم ديتا وهنتكلم عن الحته دي، فانت بتبقى عايز تعرف شويه الريزرفوار اللي عندك ده البيهيفير بتاعه عامل ازاي. فبهافلينا وعوده بنقدر نانديكيت تقريبا نوع الدرايف انرجي اللي عندنا شكلها عامل ازاي. طيب تعالوا برضو قبل ما نخش في الووتر انفلكس نفهم شويه ايه اللي بيحصل. القصة كلها ان احنا قلنا ان احنا لا عندنا الاويل ان بليس ولا عندنا الام ولا عندنا الووتر انفلكس بيجي ازاي. فالمفروض المرة اللي جاية او في فيديو تاني هنتكلم ازاي الووتر انفلكس ترم ده بنفكه بطريقة كده بحيث ان احنا نقدر بيزد على السيتويشن اللي عندنا نقدر نجيب ستريت لاين، لان في الغالب دي حاجة برضو انت مش شايفها بعينيك. يعني ليه بقى؟ لان الووتر انفلكس ده ديبندنت على حاجات كتير. لما البريشر بيقل في الريزرفوار الاكوفر بيتصرف ازاي؟ بيبدا يعمل اكسبانشن للووتر، بيدخل لك شويه ميه برضو في الريزرفوار، في اكوميوليشن من الهيدروكربون جوه الاكوفر ذات نفسه انت مش عارفها برضو بيحصل لها اكسبانشن. الاكوفر روك ذات نفسها اصلا مضغوطه فهي كومبريسبل، وبرضو في حاجة اسمها الارتيزيان فلو احنا ما نبقاش عندنا داتا عنها. انا جايب حاجة بس توريكم الارتيزيان فلو، ان انت عندك الطبقة دي بيبقى فيها الووتر والووتر ليفل فيها عالي جدا والطبقة دي امبرميابل، فده مش بريشر. البريشر ده برضو بيسبورت بيدوس كبريشر على الطبقات اللي فوقها، ده اسمه الارتيزيان فلو. فكل الحاجات دي فاريابلز احنا مش شايفينها. فاحنا المفروض بنعمل ووتر انفلكس او ووتر اكوفر مودلز تقول لي تقريبا الووتر انفلكس تيرم ده ممكن يكون بيتغير ازاي، وهو ده الحاجات اللي احنا بنبقى كونسرنت بيها بحيث ان احنا لما نيجي نطبق هافلينا وعوده نكون عندنا ستريت لاين يدينا انترسكشن وسلوب يجيبوا لنا بقى الاويل ان بليس وهكذا. فاحنا مثلا لو جينا نتكلم عن الايفكت بتاع الاكوفر في الريزرفوار، بيقول لك مثلا ان احنا المفروض بنحسب طبعا الووتر انفلكس والاويل ان بليس من الماتيريال بالانس طبعا باستخدام هافلينا وعوده. فدي الجنرال ماتيريال بالانس بطريقه هافلينا وعوده. لو ان احنا قلنا ان احنا مثلا ما عندناش جاس كاب وقلنا اسامبشن ان السي اف والسي دبليو بزيرو، خلينا ناسيوم دلوقتي ان الحاجات دي بزيرو. الكيس دي هو ده سؤال يا ريت ان يعني حد يقدر يجاوبه لوحده بس هو رخم شويه، ان ازاي يبقى دول نيجلكتد السي اف والسي دبليو بزيرو يبقوا نيجلكتد والام بزيرو لما يكون انت في الريزرفوار. ده طبعا مش سهل يتحقق، تكون ما عندكش غاز خالص في الريزرفوار بس في نفس الوقت انت عند البابل بوينت بالظبط، فاللي هو يعني الصدفه البحته جابتك ان الريزرفوار بريشر هو البابل بوينت وان مفيش جاس كاب، فبالتالي بقى الترمز دي نيجلكتد والام ريشيو بايه بزيرو. فالماتيريال بالانس ايكويشن بهافلينا وعوده هتبقى ريديوسد للمنظر اللذيذ جدا اللي قدامك ده. فلو جينا قسمنا على الاي نوت ورسمنا الاف اوفر اي نوت فيرسز الووتر انفلكس اوفر الاي نوت، المفروض يطلع لك انترسكشن في الواي اكسس بالاويل ان بليس ويديك سلوب في الووتر انفلكس. دي حاجه جنرالايزد قوي نفهم بيها احنا بنعمل ايه، لان انا لا عارف الووتر انفلكس ولا الاويل ان بليس. طب ايه بقى؟ فالمفروض ان احنا لما نيجي نرسم لهم يطلع لنا الستريت لاين ونجيب الان. طب في كيس ثانيه، لو انت بقى اندر ساتوريتد فكده خلاص عندك الام بزيرو وفي ووتر درايف فبقى عندك الترم الزياده بتاع الاي اف ودبليو، فتقدر تاخد الان كومون فاكتور. وفي الغالب اصلا ده اللي احنا يعني انا مثلا في مشروع تخرجي كانت دي الكيس اللي عندنا وهوريكم حاجه دلوقتي. فلما بتيجي ترسم الاف اوفر الاي نود بلس بيتا تي اي واي اف ودبليو هتلاقي ان عندك انترسكشن بالاويل ان بليس والسلوب هو الووتر انفلكس. لو رسمت المفروض لو انت باللي هو كاتبه ان انت لو رسمت الاف على الترم ده فيرسز الووتر انفلكس على الترم ده هيديك ستريت لاين السلوب بتاعه بكام؟ ب1.
والانترسكشن بالان. بس هو الطبيعي ان احنا بنعمل حاجة تانية بحيث ان احنا نفك الووتر انفلكس تيرم ده لحاجات احنا نقدر نحسبها شوية، وهي دي الووتر اكوفر مودلز باختصار. يعني ده كل الماتيريال بالانس واللي بيحصل فيها، ان انت الووتر انفلكس تيرم ده في مودلز بقى كتيرة، ستيديو اون ستيديو، وقصة كبيرة كده بنبدأ نفك بيها الووتر انفلكس تيرم بحيث بحاجات احنا نقدر نحسبها، لان في انسرتينيتيز عالية. فلما نيجي نرسم نقدر نحسب الاويل ان بليس والووتر انفلكس. فتعالوا نجو اهات كده ونشوف الكيس دي. بيقول لك ايه بقى، احنا دي حاجه كده كانتروداكشن بس عن الووتر انفلكس او الووتر اكوفر موديل، ان منطقي وطبيعي ان الووتر انفلكس اللي جاي لي ده ديبندنت على البريشر، صح؟ فالطريقه اللي احنا بنحل بيها اللي بنجيب بيها الاويل ان بليس والووتر انفلكس، ان احنا بنأسيوم موديل معين نتوقع ان الووتر انفلكس او الريزرفوار الاكوفر قصدي بيتصرف بيه، اللي هو هيكون فانكشن في البريشر، ونبدا بيزد على الموديل ده نشوف الموديل ده طلع لي ستريت لاين، اذا الاسامبشنز بتاعتي صح. طب ما طلعش ستريت لاين، روح لك شوف لك موديل تاني، ان ستيدي بقى، سودو ستيدي، وهكذا. ده اللي المفروض هنعرفه. والكلام هنا بيبدا يخش فيه الصعوبه واللعبكه بتاعه الماتيريال بالانس، ولكن هو الغرض كله ان احنا نفهم ان انا كل القصه ان انا بقول اسامبشنز معينه للووتر انفلكس اللي عندي بيزد على النوليدج اللي عندي من الاكوفرز بيهيفير وكده، قدرنا نعمل مودلز. فانت بتاسيوم موديل وتشوف الووتر انفلكس هتتصرف ازاي، وبتبدا ترسم الحاجات دي فيرسس بعض. لو طلع لك ستريت لاين اذا انت فارض موديل صح. طب لو ما طلعش ستريت لاين يبقى انت لازم تبروبوز نيو موديل من المودلز اللي عندك وتشوف هيطلع لك انهي واحده هيطلع لك ستريت لاين، ويبقى هي دي الكيس اللي عندك. يبقى انت هنا عملت ريزرفوار كاركترايزيشن، حسبت الاويل ان بليس، عرفت نوع الاكوفر سبورت سترونج ولا ستيدي ولا ان ستيدي ولا ويك ولا ايه قصته بالظبط، وعرفنا ندسكرايب الريزرفوار بتاعنا. فالمفروض ان لو انت عملت ابروبريت موديل مناسب يعني للووتر انفلكس، فهيقلل هيبقى فيه انسرتينتيز كتيره، لان احنا ما نقدرش نصحى نقول والله بص هو الريزرفوار ده او الاكوفر ده الموديل بتاعه ستيدي سكيل في ستيدي ستيت مثلا. طب بيزد على انت قلت كده، انت لا تعرف السايز ولا الشيب بتاع الاكوفر عامل ازاي، طب البرميابيليتي بتاعت الاكوفر روك عامله ازاي، طب البروزيتي. طبعا احنا فاهمين ايه هو الاكوفر، المفروض ان الريزرفوار العادي اللي عندنا بيكون طبعا فيه ووتر، بس في حاجه تحت الريزرفوار اللي هي فيها الووتر لو فاكرين دي، انا ما بكونش عارف الاكستند بتاعها لحد فين والفوليوم والريشيو والكلام ده كله. ففي مودلز كتيره تبريدكت الانرجي اللي جايه لنا من الريزرفوار ده. خلينا بس نبص على الاكزامبل ده دلوقتي ونشوف، وبرده هيبقى اساينمنت كده تطبقه في البوت موديل، بس نقرا ايه اللي بيحصل فيه. بيقول لك ايه الماتيريال بالانس بارامترز اللي هم الاف الاندر جراوند ويذدرول والاي نوت اوف، ده هو جايبهم لك وحاسبهم لك. في ساتوريتد اويل ريزرفوار الام فيه بزيرو، ساتوريتد دي يبقى انا هحط السي اف والسي دبليو بزيرو، فالاي اف ودبليو ماله طار. طب والام بزيرو، هو اللي قال لك الام بزيرو، فالترمات كتير بقت ريديوز، فكده الايكويشن هتبقى ريديوز لايه، انت طيرت ده كله طيرت ده كله، فتبقى لك الايكويشن اللي كانت هنا اللي هي ايه الايكويشن الجميله اللذيذه دي، هي دي. فانت مطالب ان انت تجيب لكل بريشر بوينت اللي هي جافن عندك هنا، عند كل بريشر بوينت عندك الاف والاي نوت، هتقسم اف على اي نوت، وهنبقى عايزين نحسب ووتر انفلكس حلو ونقسمه على الاي نوت. لما نرسمهم قصاد بعض المفروض يدينا ايه، يدينا ستريت لاين السلوب بتاعه ب1 والانترسكشن بتاعه الان. خلينا بقى فاكرين الايكويشن دي ما ننساهاش، هو ده اللي عندنا. طب احنا اصلا هنحسب ده ازاي، هي دي بقى الفكره. فهنتكلم عن موديل بدائي جدا بس يفهمنا الايديا بيهايند الووتر اكوفر مودلز اللي بيها بنقدر نانديكيت شويه بحاجات انا عارفها الووتر انفلكس عامل ازاي علشان اقدر اطبقها في لينا وعوده. فهنتكلم عن البوت موديل دلوقتي، وده موديل بدائي جدا وفي الغالب ما بيتطبقش، بس هو هيفهمنا شويه ايه اللي بيحصل في الميثود بتاعه الووتر اكوفر. ايه البوت موديل بقى؟
الديفينيشن بتاعه جاي من حاجه في الاول خالص، كومبريسيبيليتي. مش الاكوفر ده مضغوط بسبب البريشر، فالبريشر قل، فهو ده الفوليوم تشينج اللي وصل له اللي هو الدلتا في. فلو فاكرين تعريف الكومبريسيبيليتي هتلاقي ان هو نفس الايكويشن اللي انت شايفها دي. وابتدينا نعوض التشينج في الفوليوم، او اللي هو بقى الووتر انفلوكس، هو الكومبريسيبيليتي بتاعه الانيشال ووتر والريدكشن في البور فوليوم مضروب في الانيشال ووتر فوليوم في الاكوفر، صح، الفوليوم الاساسي، في ال بي اي الانيشال ريزرفوار بريشر ماينس البريشر اللي قل حاليا، في الريشيو دي. ايه الريشيو دي؟ اللي هو الانجل اللي فيها كونتاكت بين الاكوفر والريزرفوار. ممكن يكون بيزقوا من ناحيه واحده، يعني انا مش عارف، ما فيش رسمه هنا، بس ممكن يكون اصلا الريزرفوار مش فولي كوميونيكيتد مع الاكوفر، ممكن يكون حته منه، ممكن يكون تلته، ممكن يكون 120 درجه من 360 وهكذا. فاحنا علشان نقدر نحسب الليله دي كلها، الله، طب هنحسبها ازاي ما هي مش معانا؟ فنقدر نقول ان في حاجات كونستنت، يعني لو جينا بصينا على الرسمه دي المفروض الحاجات دي كلها كونستنت مضروب في اللي بيتغير اللي هو البريشر. فهنشيل الووتر انفلكس تيرم من الايكويشن اللي عندنا ونحط مكانها كونستنت مضروب في اللي تشينج في البريشر. بس يا معلم اتحلت اهي. يبقى كل اللي حضرتك هتعمله عند الثلاثه بوينتس اللي عندك دول زي ما قلنا في الاساينمنت، الثري بوينتس اللي عندك دول او الفور بوينتس، هتحسب الاف على الاي نوت والدلتا بي اوفر الاي نوت وترسمهم قدام بعض، هيدي لك ستريت لاين. المفروض لو البوت اكوفر موديل اسامبشنز صح اللي هو قال لك كده، هيديك ستريت لاين السلوب بتاعه بالاكوفر كونستانت. ده اسمه الاكوفر كونستانت بس هي مش مكتوبه كده، ده الكي ده هو الاكوفر كونستانت، والان اللي هو الانترسكشن في الواي اكسس وهو ده الاويل امبليس. مثال لذيذ، مثال يفهمك ايه الغرض من الاكوفر مودلز، ومثال برضو تطبيق عملي على ال هافلينا وعوده ميثود. واتمنى يكون الشرح مفيد ويكون بيسمرايز الابلكيشنز بتاعه الماتيريال بالانس وهافلينا وعوده. ولو حد عنده اي اسئله I'm more than welcome ان انا اجاوب عنها، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا.